بالذات لا موسيقى لا موسيقى لا لا موسيقى تكون اختلاف استاذ جد التأجيل ديال اليوم مثلا إذن تحية من جديد وجديد الترحاب بكل السادة مشاهدينا الكرام بكل متابعينا الأوفياء والأعزاء لقناة الشباب قناة شوف تي في أنا ما كنتم في كل مكان مباشرة من مدينة الظلال محكمة يعني تقرر تأجيل محاكمة سائق الترونسبور اللي تقلب في ضواحي الظلال قرب منطقة أيتبو اللي بإقليم الظلال وتوفوا في 10 ديال الناس أخي المستجدد ديال الملف ديال القضية مع المحامي مع الأستاذ اللي كينوب عليه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رمضان مبارك سعيد أستاذ وعودة محامي هيئة بني ملال وأعزر طبعا يعني المتهم في هذه القضية اللي هو باقي معتقل على ذمة التحقيق في هذه القضية بالنسبة للجلسة ديال اليوم جازت يعني مع الوحدة ثلاثية المساء وحضروا المحامون ديال الأطراف المدنية اللي تقدموا بطلبات تأخير قصد الإعداد ديال المطالب المدنية ديالهم والمحكمة قررت يعني إدراج القضية بجلسة ديال 25 إن شاء الله ريتما توصل المحكمة بالمذكرة ديال المطالب المدنية ديال الضحايا ديال ذوي الحقوق وبمقالة إدخال باش يتم إدخال يعني شركة تأمين وصندوق مال الضمان في الدعوة إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله يكون خير إن شاء الله. أستاذ بالنسبة لكم أنتم واش كيقول القانون في هذا النوع من القضايا مثلا ديال سائق يعني تقلبت به النقيلة وتوفوا لأشخاص بالنسبه للمقاربه ديال الموضوع من الناحيه القانونيه طبعا من الناحيه القانونيه تيبقى انه السائق تيبقى مسؤول امام القانون على الاضرار اللي لحقتها المركبه اما تيعرفش المسؤوليه لا هروب من المسؤوليه لانه تيتسمى من الوجهه القانونيه يعني ما قربنا الموضوع من الوجهه القانونيه فالسائق بقى مسؤول عن الحادثه رغم انه راه تدخلت مجموعه ظروف اخرى اللي خصنا اللي هي خاص تكون فيها مقاربه اجتماعيه والقضاء تياخذ مقاربه اجتماعيه يعني في تفريد الجزاء وفي تفريد العقوبه طبعا يعني اللي ممكن نقولوا بانه نتمنوا خير لهذا السيد ان شاء الله نتمنى وان شاء الله يطلق الله صراحه هذا هو اللي ممكن نقولوا شكرا اما العقوبه الحبسيه راه لا بد غادي تكون شي هذه العقوبه الحبسيه على اعتبار انه قضيه ولات قضيه راي عام مع وسائل الاعلام ومع الكثره ديال الضحايا وهذه واعتقد على انه مؤخرا ذاك التدخل ديال الحكومه مؤخرا انه صدرت شي قرار انه يعيد النظر في هذا فهاد القانون ديال النقل المزدوج اللي تيرجع ل 1982 وراه كاين بادره من الحكومه نتمناو انه يستمروا تكون بادره حقيقيه وتخرج لارض الواقع ان شاء الله بحول الله. ان شاء الله شكرا استاذي. مرحبا. الله يحفظك الله يعطيك الخير. لان متابعي قناه الشباب قناه شوف تي في فكنتواجدوا امام المحكمه الابتدائيه لمدينه الظلال مستجدات قضيه ديال السائق المتابعين ل قلبت النقلة ديالو توفوا فيها 10 ديال الأشخاص ضواحي أيتبو اللي بضواحي الظلال متابعينا مشاهدنا الكرام إلى بث مباشر آخر دائما من مدينة بني ملال أو إحدى نواحيها أو إحدى أقاليمها تحيات أخوكم طارق دائما أسعد الله أوقاتكم بكل خير وإلى اللقاء.